دلوقتي الحرب كلها على الإسلام، مش عشان مرسي. مرسي مش موجود، مرسي محبوس عندهم، لكن ده إسلام وإحنا عايزين ننشر الإسلام بتاعنا. الشعب هينزل وهيطالب بحقه لغاية ما يسكت السيسي وترجع الشرعية ويرجع الدكتور محمد مرسي كما كان. حكم العسكر يمشي، يرجع الرئيس المنتخب، يبقى في انتخابات برلمانية، وبعد كده يبقى في استفتاء أو انتخابات رئاسية، مش دي. الشعب لن يرحل من الميادين، وسيعود وسينكسر هذا الانقلاب الغاشم الذي ضرب الناس بالرصاص.